مش في شيء كده اخذتيه من هنا من هنا؟ شوف، هو انا اعتبر نفسي محظوظه لان انا جامعه بين حضارتين، حضاره اليمن وحضاره مصر، فهذا اكيد لا شك انه هو يولد شغلات كثيره، تنوع في الفن، قصه اللكنات كمان الناس دائما عارفيني فيها، انا سهل علي اي لكنه اتكلمها، عايز مصري يا باشا انا اعيش شغال على طول، ما عنديش اي مشكله. الله أكبر. ومصري مصري اللي هو لما ابقى في مصر محدش يعرف، بدك لبناني كل شيء موجود، ابدا كل شيء متوفر وحياتي منيحه وكثير منيحه. تبغى خليجي، تبغى نحن عندنا على فكره ناس ما تعرف الحضاره، نحن نقول تبغى، في ناس تجي تقول لي ليش ما تتكلمي حضرمي، لانه اتكلم اللكنه البيضاء والاقربها رايحه للسعوديه.